في عالم السياسة الذي أصيب في بلادنا ببلاء وبداء. هذا البلاء وهذا الداء هو انتشار عدوى، هذه عدوى وباء ونيبيديم اللي كانت في البداية محدودة، عدوى طلب الاستغناء مرة أخرى من خلال العمل السياسي، من خلال تسلق المواقع السياسية، من خلال الوصول إلى مراكز المسؤولية. هذا شيء خطير جدا، وكان في البداية يعني السياسيون كانوا ثلاثة أصناف، كان صنف يدافع عن المبادئ والقيم، جزء منه ثوري يريد أن يعني يقلب كل شيء، وجزء منه إصلاحي يريد أن يعمل في إطار المؤسسة القائمة، وجزء منه يقاومهما معا مقابل ليست عنده إيديولوجية وليس عنده شيء، مقابل المصالح ومقابل الامتيازات ومقابل السماح بالتعسف على باقي المواطنين، لأنه كل شيء كيشوف كيفاش بعض الثروات تكونات في العالم ديال السياسة، حتى واحد باقي ما فهمش شكون اللي خلص، لا بدا شي واحد خلص، اللي خلصوه هما المواطنين، اللي خلصوه هما الضعفاء والفقراء اللي ما كيعرفوش يتكلموا، ما كيعرفوش يدافعوا على أنفسهم، واللي كيقنعوا بالله الأموال ديالهم هي اللي تخدمت فيها فرق، عوض ما تمشي للتعليم ديالهم، عوض ما تمشي للصحة ديالهم، عوض ما تمشي ليهم هما كذلك، ماشي عيب نعطيهم واحد الفئة ديال المواطنين ديالنا واحد القدر من المال اللي كينقلهم من المرحلة الأولى ديال الفقر المدقع لواحد المرحلة اللي تسمح لهم يتنفسوا وما غاديش يوقفوا من الاشتغال، لأن داك الشيء ما غاديش يكفيهم. والنهار اللي تكلمنا على هذا الشيء قيل لنا هذا ريع، واللي كيقول لنا هذا ريع هو ما شاف لا المرسيدس واش كيتحرك، لا الفيلا اللي عنده، لا الغرائب والعجائب، ولا هذه 800 درهم ولا 1000 درهم ولا 700 درهم اللي غنعطيو الأرملة ولا اللي غنزيدو الطالب ولا، قال لك هذاك ريع. بس تعرف بلي هذه البلاد هذه راه فيها الغرائب.